على مرتفعات الجزائر العاصمة المطلة على البحر، تمتد أسقف مباني ذلك الصرح الحضري الذي لا يحتاج لأي تعريف، القصبة العريقة التي لا تزال راسخة على امتداد العقود، أزقتها، ينابيعها وزخرفاتها الخاصة والمميزة. فرغم مكانتها الرمزية والأصيلة وأهميتها التاريخية الكبيرة وتصنيفها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1992، إلا أن القصب اليوم آيلة للسقوط في أي لحظة. بعد أن كانت بذور السرور منثورة في ثنايا المحروسة، اليوم هي تنبت ثمار الخوف والهلع وسط قاطنيها. فبعد أن صمدت لعقود هرمت، ف80% من مبانيها معرضة للانهيار، بالمقابل تتوالى الوعود لترميمها لكن من دون جدوى. هي واحدة من معالمنا الأصيلة، عراقتها تحكي تاريخاً اقتبسه المخرجون في الأفلام وحرره المؤرخون في المذكرات. فكم من فصل تحتاج القصبة لرواية أصالة حية بقيت محفوظة حتى في منبر اليونسكو.